صحفتكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في نشرة الجوية نقدمها لكم من قناة الإخبارية الأولى في الجزائر. إذا راح يكون في تغير في الطقس، أمطار رعدية على معظم ولاياتنا الداخلية، حتكون غزيرة على المناطق الداخلية الهضاب العليا حتى على الأولاس، احتمال كذلك تحشوية شتاء على المناطق الساحلية للوطن. نبدأ نشرتنا الجوية كالعادة بصورة القمر الاصطناعي، توضح لنا السحب على معظم ولاياتنا الشمالية حتى على شمال الصحراء والواحات وصولا للصحراء الوسطى. تفاصيل الوضعية الجوية نهار الجمعة إن شاء الله نبدأها حركة الرياح، نسجل بإذن الله 30 كيلومتر في الساعة على المناطق الشمالية للوطن، تقدر تلحق سرعة الرياح حتى 50 كيلومتر في الساعة على وسط الصحراء و40 كيلومتر في الساعة على باقي ولاياتنا الجنوبية. نروح الوضعية الجوية اللي نتوقعها خلال صبيحة الجمعة إن شاء الله، الحالة حيكون مغيم مع أمطار حتكون رعدية كذلك على المناطق الداخلية الهضاب العليا والأوراس. الأجواء حتكون مغيمة على السواحل الوسطى والشرقية، كذلك احتمال تحشوية شتاء على السواحل الغربية للوطن. بالجنوب الحالة حيكون شوية مغيم مع احتمال تحشوية شتاء على الهجر وتسيري حتى على الصحراء الوسطى والجنوب الشرقي، يبقى الحال مستقر على العموم على باقي المناطق الجنوبية. درجات الحرارة اللي نسجلوها خلال صبيحة الجمعة إن شاء الله راح تلحق بإذن الله 13 درجة على وهران وتيزي وزون، سجلوا 12 درجة بالجزائر العاصمة، 10 درجات على سطيف تيارة الجلفة البيض نعامة مشريات، لحق 14 درجة على منطقة عنابة، نسجلوا 26 درجة بعين صالح، 14 درجة فقط على تندوف، 16 درجة على غردايا، 27 درجة نسجلوها على إليزي وجانات، و29 درجة على عين قزام. بالنسبة للوضعية الجوية اللي نتوقعها خلال ظهيرة الجمعة إن شاء الله، الحال يبقى دائما غير مستقر، الأجواء راح تبقى دائما مغيمة وتبقى تطيح كذلك شتاء تكون رعدية على المرتفعات الداخلية الغربية حتى على المناطق الداخلية ومنطقة الأوراس. بالمناطق الساحلية الحالة حيكون مغيم مع احتمال تحشوية شتاء على معظم ولاياتنا الساحلية. بالجنوب كذلك الحالة حيكون مغيم مع أمطار تكون رعدية على الهجر والتسيري حتى على الشرق الصحراء والصحراء الوسطى، لكن تبقى الأجواء مستقرة على العموم على باقي المناطق الجنوبية، لكن راح يكون فيه تطاير للرمال محليا. درجات الحرارة اللي نسجلوها خلال ظهيرة الجمعة إن شاء الله راح تعرف تراجع مقارنة باليومات اللي فاتوا، نسجلوا 19 درجة على الجزائر العاصمة وتيزي وزو حتى على التيار، 22 درجة على البيض نعامة وشرية، نسجلوا 20 درجة على منطقة الصطيف، 20 درجة كذلك على وهران، 21 درجة على عنابة، تلحق 40 درجة على عين صالح، 38 درجة نسجلوها بأدرار، 32 درجة على تندوف، 42 درجة نسجلوها على إليزي وجانات، و44 درجة كأعلى مقياس على منطقة عين قزام. بالنسبة لحالة البحر نهار الجمعة إن شاء الله، البحر راح يكون قليل الاضطراب على كامل السواحل الوطنية، الرياح تقدر تلحق سرعتها 30 كيلومتر في الساعة بالسواحل الغربية، ما تتعداش 25 كيلومتر في الساعة على السواحل الوسطى، ونسجلوا 20 كيلومتر في الساعة بالسواحل الشرقية. علو الموجة إن شاء الله راح تلحق علو الموجة إلى حوالي متر، نسجلوها على السواحل الوسطى حتى بالسواحل الغربية والشرقية، والرؤية راح تكون متوسطة على طول الشريط الساحلي. قبل ما نختم نشرتنا الجوية نتوجه بكم اليوم لولاية قلمة، الحال بها خلال اليومات القليلة الجاية إن شاء الله، نهار الجمعة السبت والحد الحال يبقى دائما مغيم مع أمطار راح تكون رعدية كذلك، درجات الحرارة الدنيا تتراوح ما بين 10 و11 درجة خلال الصبيحة وتلحق 20 درجة خلال الظهيرة، الرياح فيها نسجلوا 30 كيلومتر في الساعة والرطوبة تقدر تلحق 70%. كالعادة نختم نشرتنا الجوية بالمعلومات الفلكية لشروق وغروب الشمس بالجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن. مشاهدينا الكرام كانت هذه توقعاتنا لأحوال الطقس الجمعة، والله أعلم، نشكركم.